يمكن فقط أن نأمل ذلك، إذ رغبت السعودية أن تلعب هذا الدور الإيجابي في إنهاء هذه الحرب المريعة الدائرة في أوكرانيا، فهذا سيكون أمرا رائعا. تعلم أحمد، أنا أيضا أذكركم بأننا أجرينا هذه المناقشة سابقا بأن الرئيس كا استخدم التعبير أكبر من خمسة، بأن العالم أكبر من هذه الدول الأعضاء الخمسة الدائمة في مجلس الأمن، وربما هذا ما نراه هنا، ربما هذا ما نراه، دول مثل السعودية العربية مثلا تتخذ دورا وموقعا بارزا على الطاولة، حيث في السابق كان من يجلس على الطاولة فقط هو روسيا والصين والولايات المتحدة وفي بعض الأحوال الهند كذلك. فإذا ينبغي أن نرى، ومجددا هذا يعتمد أكثر من أي شيء آخر، ما إذا كانت هذه التغييرات في العلاقة ستؤدي إلى الاستقرار وستؤدي إلى أسواق مفتوحة أكثر وإلى قيم مفتوحة أكثر ما بين هذه الدول، سنرى ذلك. وأذكر الزملاء والحلفاء هنا بأنه كثيرا ما كانت دول مثل الصين تغمض عينيها عن قضايا داخل الدول وتتجاهلها، سواء قمع لمواطني هذه الدولة أو فساد مثلا، أو يعني دعم أو قمع قطاعات من الشعب. فإذا أعتقد بعدة صور، فإن الدول التي اعتنقت هذا الرأي مع الصين في عدة أحوال ستجد نفسها هذه الدول في بأن الصين ستقرضهم الكثير من الأموال ولن يتمكنوا من سدادها، وبالتالي ستصبح دولة تابعة لمؤسسة الصين. فإذا أعتقد بأنه من المهم لهذه الدول التي تختار أن تكون لديها هذه العلاقات مع الصين أو روسيا أن تفهم تماما تبعات هذه العلاقة وما الذي ستتطلبه هذه العلاقة سواء من قبل روسيا أو الصين.